أهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهرة. من بداية الأسبوع وإحنا بنفتح مع حضراتكم ملفات الفساد داخل الوزارات والهيئات الحكومية. يوم السبت فتحنا ملف الفساد في وزارة الأوقاف، امبارح فتحنا ملف الفساد في موضوعات الضرائب، والنهاردة بنستمر في فتح ملفات الفساد. بكرة أيضا هيكون عندنا ملف ساخن جدا من ملفات الفساد في وزارة الصحة. ملف الفساد النهاردة عن وزارة الزراعة، زي ما احنا عارفين انه الحديث عن الفساد في وزارة الزراعة بيصيبنا بالذهول والدهشة. فساد في أراضي الطريق الصحراوي، فساد في موضوع المبيدات المسرطنة، مركز البحوث الزراعية، الأراضي التابعة لهيئة التعمير في الوزارة، والمحسوبيات وغيره وغيره. النهاردة ضيفي دكتور سعيد خليل، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية. النهاردة هو هيفتح معانا ملف الفساد المتخم داخل وزارة الزراعة. البعض هيسألنا يعني ليه دكتور سعيد خليل هو ضيفنا في الفقرة دي تحديدا؟ الإجابة هي لأنه الدكتور سعيد خليل هو واحد من أبناء وزارة الزراعة، ومن القلائل المعروف عنهم التصدي للفساد داخل الوزارة، وده بعد تقديمه أكتر من 42 بلاغ للنائب العام ضد قيادات وزارة الزراعة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم دكتور سعيد. أهلا بحضرتك، منورنا. حضرتك رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمركز البحوث الزراعية، وأيضا بيطلقوا عليك مفجر ثورات الفساد داخل وزارة الزراعة. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا يعني حضرتك أول ما دخلت عليا في الاستوديو كنت داخل لي بشنط، وشايفه طبعا كل الناس اكيد شايفين قدام حضرتك يعني ملفات كثيره يعني داخل متسلح بيها النهارده للنقاش. حضرتك تحب نختار ملف ايه نبدا بيه؟ هو حضرتك بس يعني قبل ما اتكلم على فساد، ده ما يجيش المستندات اللي انت شايفاها حضرتك دي ما ولا تمثل 2% من المستندات اللي عندي اساسا. طيب انا عارفه انه في احد القرارات او في قرارين أيوة لسه طالعين كده طازه قبل ما حضرتك تقف. قبل ما اتكلم على فساد خالص، لان القرارين اللي انا هعرضهم لحضراتكم النهارده ده عشان يقنن الفساد المستشري في وزاره الزراعه عشان يستمر ل 2018 و 2020. هل القرارات دي اعلن عنها قبل كده ولا ده قرارات وزاريه؟ يعني اتعرضوا في الإعلام قبل كده؟ لا 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 لسه، ده قرارات وزارية. القرار الأولاني اللي هو قرار بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من الدكتور عصام فايد في وزارة الزراعة. تمام. طبعا القرار ده الدكتور عصام فايد ده القرار جمع جميع رؤساء قطاعات والإدارات المركزية في وزارة الزراعة والهيئات وحطهم في اللجنة. القيادات اللي موجودة في لجنة مكافحة الفساد هم القيادات اللي أنا مقدم ضدهم بلاغات، اللي أنا بحارب. واحدة واحدة بقى عليك كده. أيوة. عشان أفهم، القيادات اللي موجودة في هذه اللجنة المشكلة من أجل محاربة الفساد هي نفس ذات القيادات اللي حضرتك مقدم ضدهم البلاغات، وهطلع النهاردة بس ده برضو مش مبرر حضرتك. لا هقول لسيادتك على حاجة، بعض الأسماء اللي موجودة في اللجنة أنا هطلع أحكام حالا دلوقتي على الهوى، ودي الأول مرة، لأنها طبعا يعني حاجة تذهل ما يتم في وزارة الزراعة الآن هو نفس ما يتم من ساعة قيام الثورة حتى الآن. طيب. أو قبل الثورة. تمام، نقول زي مين؟ حضرتك تقدر تقول أسماء؟ أنا حضرتك الأسماء اللي هذكرها على مسؤوليتي الشخصية وليس على مسؤولية حضرتك أو القناة. لا وليهم حق الرد، أي حد عاوز يرد على أي اتهام حضرتك بتوجهه له حق الرد كاملا. سيادتك ما فيش لفظة يطلع من لسان سعيد خليل النهاردة إلا بمستند رسمي هقدمه للجهات الرقابية عشان تاخد موقف حالا مع القيادات التي تدير الزراعة المصرية الآن، لأن ما يتم في كواليس وزارة الزراعة يتم التدبير لتكملة مسلسل تدمير الزراعة المصرية 2030، وكارثة حقيقية. مين اللي عاوز يدمر الزراعة المصرية؟ الزراعة المصرية حضرتك بتدار من الثمانينات حتى الآن بشبكة عنكبوتية تدميرية للتدمير وليس للبناء، بدليل ان الفجوة الغذائية وصلت ل 65%. احنا علشان بس المشاهد بس الاول قبل بس ما نبدا، عشان ده مش هقدر اغفلها. مين اللي عاوز يدمر الزراعة المصرية؟ بداية وزراء الزراعة من 82 حتى الوقت الحالي
ما عدا وزارين اتنين. معقولة يا دكتور سعيد كل وزراء الزراعة المصريين ما عدا وزيرين عاوزين يدمروا الزراعة المصرية؟ حضرتك اللي بقوله بمستندات، لأن حطه في بلاغات، وفي بعض البلاغات أصلا قيمة البلاغ 65 مليار. طب إيه مصلحتهم إنهم يدمروا الزراعة المصرية؟ ده مش هعيدها تاني، لأن ده مخطط صهيو أمريكي لتدمير. على فكرة الفساد اللي في الزراعة كله فاكر إنه في الزراعة، لكن الفساد اللي في الزراعة المصرية هو أساس المشاكل اللي بيعيشها الشعب المصري. ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي يرد على حضرتك يقول لك يعني كفايه بقى من نظريه المؤامره، مفيش حاجة كل حاجه نقول مفيش اصل اسرائيل وامريكا عاوزين يدمرونا. لا 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 لا، مش هقول اسرائيل ولا امريكا ولا الكلام ده. ابناء الشعب المصري، القيادات ذات الايدي المرتعشه التي تعمل في الشبكه العنكبوتيه هم اللي بيدمروا في الشعب المصري بالمستندات. تمام. طب نبدا بالقرار الثاني. القرار طبعا والاسماء، المفروض جميع القرار ده عشان ما حدش يقول لي القرار ده الدكتور عصام فايد مضى عليه يوم 11/2، قرار تشكيل لجنة القيادات لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وهم أساسا أس الفساد في وزارة الزراعة، بداية من خالد عبد العزيز الحسن رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير اللي أنا متهمه في 6 بلاغات صريحة. بلاش نقول أس الفساد لأنه ما فيش ضدهم أحكام. بص حضرتك، ما فيش ضدهم أحكام، ما أقدرش أقول كده. طب هقول لسيادتك على حاجة، هما بالتأكيد لهم حق الرد. أي واحد فيهم وزمالي في الكنترول، أتمنى إن أي اسم يعني يرد إن إحنا نكلمه على طول علشان أي واحد حضرتك اسمه أذكره عايز يجي مواجهه، عايز يقابلني يعمل فيها بلاغ عند النائب العام، اي دونت كير، مفيش مشكله. واحد زي خالد عبد العزيز الحسني اللي هو بيقول عليه الاستاذ الدكتور خالد، الدكتوراه بتاعته مزوره، والجهاز المركزي للمحاسبات ثبتها وسحب منه العلاوه، ولذلك لما طلع له قرار في 2013 ايمن فريد ابو حاتم طلع له قرار قال السيد خالد عبد العزيز الحسني، هو دلوقتي بيقول لك استاذ دكتور، لا هو لا استاذ ولا دكتور. القرار بتاعه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير ده مخالف اصلا لانه بكالوريوس تجاره، وانا مش هخش في خالد كتير لانه اصلا ما يستاهلش ان انا اتكلم عليه. المهم في واحد تاني عبد المنعم عبد الغني، ايضا الاستاذ خالد عبد العزيز حق الرد حضرتك في الاتهامات التي توجهها حضرتك ده رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، وحاجه تانيه رئيس قطاع الهيئات والشركات، يجي عندي مواجهه واجيب الملف بتاع خالد، ما فيش مشكله. حضرتك تقولي لي اسم مين هجيب ملفه واجيب، مش هجيب ملفات فساد، ملف اللي خصه هو فساده هو. الاسم الثاني عبد المنعم عبد الودود البن، القائم باعمال رئيس مركز البعوث الزراعيه. عبد المنعم عبد الودود البن ده في لجنه مكافحه الفساد، ده كان مترشح وزير وكان مترشح وزير على فكره. عبد المنعم عبد الودود البنا المهندس محلب قبله يمكن مرتين اعتقد. نعم قبله المهندس محلب مرتين وعرض عليه وزاره. لا ما عرض، كان بفك خلاف بينه وبين ايمن فريد ابو حديد، ما مش عرض وزاره عليه، ده الكلام اللي الناس اللي بيقولوه يعني. عبد المنعم عبد الودود البنا القائم بعمر اسم مركز البعوث الزراعيه، القائم بعمر اسم مركز البعوث الزراعيه هو السبب الاساسي لتدمير مركز البحوث والمعاهد والمعامل المركزيه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. يعني انا مقدم في عبد المنعم عبد الودود البنا ده حوالي 12 بلاغ، وفي بلاغ النهارده احنا بنتكلم، انا جايب شويه بلاغات صغيرين على الاراضي بس لان كل القطاعات مقدم فيها بلاغات. ادي بلاغ اهو، كل القطاعات فاسده، الزراعه المصريه انا بقولها على الهوا للاجهزه الرقابيه في مصر، قيادات الزراعه المصريه لابد من نسفها على الاطلاق، لا يصلح احد رئيس قطاع رئيس اداره مركزيه في مكانه اطلاقا، لان هم السبب الفجوة الغذائية وسبب العجز الأساسي في الفجوة اللي احنا بنعيشها، بنستورد، مصر أكبر دولة مستوردة للقمح والزيوت والذرة الصفراء والكلام ده، هم السبب، لأن مفيش رؤية للزراعة المصرية. لما يطلع رئيس الوزراء يقول الزراعة المصرية الفساد فيها للركب ومصر بلا سياسة زراعية، ده المهندس محلب قالها على في المانشيت كده في الجريدة، والآخر يجي لي صلاح هلال وزير زراعة في تقرير رقابة إدارية طالع يوم 9/10/2014، التقرير ده اصلا بيقول لك حول صلاح هلال للمحاكم، حول صلاح يجيب وزير يوم 5. انا ما اعرفش الاختيارات بتاعه الوزراء بتتم ازاي، انا خليني بس يعني في صلب يعني الموضوع. اختيار رئيس الوزراء لوزير الزراعه كان غلط. اختيارات وزراء الزراعه من بعد الثوره حتى الان مدمره للزراعه، انا بقول مدمره للزراعه، واللي بيشيل الكارثه المواطن البسيط والفلاح، اللي بيشيل الكارثه المواطن البسيط والفلاح. قولي لي انه قياده رئيس قطاع، هقول لك على حاجه غريبه جدا. اتفضل. ايمن المعداوي المدير التنفيذي اللي طلع له قرار رئيس وزراء، المدير التنفيذي للهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، ادي ايمن المعداوي متحول لمحكمه تأديبيه عليا، هو هشام فاضل، ادي القرار، ادي اهو.
دفع مين هشام فاضل؟ هشام رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دي الهيئة المنوط بها بحكم القانون رقم 143 لسنة 81 واللائحة التنفيذية الخاصة به المعدلة بقانون 198 لسنة 82، هي دي المسؤولة عن أراضي الاستصلاح والاستزراع في مصر، هي المنوط بها التمليك وحق تعمل عقود ملكية للمواطن أو للشركة أو whatever الاسم. هم اللي دمروا الأرض بتاعت الدولة. جابوا هشام أيمن مع الدولة، ده واحد متحول محكمة تأديبية عليا في قضية الإهدار الصارخ للمال العام، رقم القضية للرأي العام عشان ما حدش يقول أنا بتكلم عن أيمن مع الدولة، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، القضية رقم 159 لسنة 2011 في الرقابة الإدارية، في الدعوة رقم 29 لسنة 55 قضائي، أهو أهي أدي القضية، هو هشام فاضل وأدي الحيثيات بتاعتها، أجيبه يا دكتور عصام فايد، تجيبوا رئيس الهيئه العامه لمشروعات التعمير وتحطه في لجنه الفساد. بقى احنا لامتى الى متى يستمر؟ تجيبه وتجيب عبد المنعم البنا وتجيب خالد المنوفي وتجيب خالد الحسن رئيس اللجنه. ايه اللي ما يتم في وزاره الزراعه؟ هقول لك على القرار الثاني عشان ما نخرجش بره الصيغه. اتفضل. القرار الثاني وزاره الزراعه عملت اعلان، واللي عمله خالد عبد العزيز الحسني يوم 7/2 في 7/2 اللي فات اللي احنا فيه ده، والاعلان خلص النهارده ب 51 قياده للزراعه المصريه، رؤساء القطاعات والادارات المركزيه وكلاء الوزاره في كل 51 قياده. الاعلان ده مدمر للزراعه المصريه عشان يستمر مسلسل التدمير. ليه الاعلان ده مدمر للزراعه المصريه؟ علشان خالد يتعين رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير. يبقى اي وزير يجي، هم لو اتعينوا في مناصبهم دي اي وزير يجي ده معين ما يقدرش، ولو رفع لو الوزير الجديد اللي بده يشيله هيرفع قضيه في مجلس الدوله يكسبه ويرجع لان تعيين. فلو تم هذا يعني ده القرار ده اولا تم عمل هذا القرار بناء على القانون 18 والحمد لله قانون 18 الغي تمام ورجعنا لقانون 47 لسنه 78. فالمفروض اصلا انا بتكلم للجهات الرقابيه الرقابه الاداريه سحب هذا الاعلان لان في عايزين يعملوا اجتماع يوم الخميس القادم خالد عبد العزيز الحسن كل مناه هو والقيادات الموجوده ذات القدر المرتعشه التي لا تعرف معنى المسؤوليه او تعي معنى كلمه المسؤوليه في الزراعه المصريه عايزين يثبتوا في كراسيهم. يجي اي وزير ما يقدرش يشيلهم وده هيبقى كارثه. طيب اقول لحضرتك حاجه بسيطه قوي في الاعلان ده اللي هم عملوه. اتفضل. نشر الاعلان يوم 7/2 في 2016 وانتهى النهارده، وللعلم اللجنه الفنيه لم تقبل اي طلبات اوراق مرشحين من الخارج غير اللي هم موجودين على الكراسي. طب مين اللي بيستقبل هذه الطلبات؟ واحد اسمه محمود عباس. محمود عباس اصلا طلع له المفروض هو مدان في قضيه في المحكمه التاديبيه العليا، والمحكمه اوصت انه ما يمسكش اي مناصب قياديه في وزاره الزراعه. هو دلوقتي اللي منوط به مدير عام شؤون العاملين، وفي يعني خالد قال له ايه؟ قال له بنفس اللفظ كده انا مش هنزل الاعلان بتاع الاداره المركزيه للتنمية الإدارية في وزارة الزراعة عشان بمجرد أنا همسك رئيس قطاع أعين بقى رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير هطلعه على القرار بتاعك. علشان محمود عباس المدان في المحكمة التأديبية كلهم مدانين ومحدش بيتصدى ليهم. أنا ما أعرفش يعني أنا مش فاهمة يعني حضرتك فهمني هو ده طبيعي؟ لا مش طبيعي غير طبيعي. إيه اللي بيحصل طيب؟ اللي بيحصل ما يتم في الزراعه المصريه شغل تدميري من تحت الترابيزه. طب دولت القرارين اللي حضرتك قلت لي عليهم في الاخر. طيب في 42 بلاغ حضرتك قدمتهم للنائب العام. تمام. قبل ما يعني ادخل بتفاصيل هو ايه اللي حصل بعد ما حضرتك قدمت 42 بلاغ للنائب العام؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش ولا بلاغ حفظ حتى الان، جميع البلاغات شغاله وانا من نيابه الاموال العامه العليا لمحكمه شمال كل يوم في مكان، التحقيقات شغاله. بس التحقيقات بطيئه جدا. وانا ما سبتش جهه في مصر، ما فيش جهه في مصر لما رحت لها. هل حضرتك لجأت للقياده السياسيه؟ لجأت وعملت اجتماعات كتير هناك. مع مين؟ بدون ذكر اسماء يعني. القضيه المتهم فيها محمود عباس اللي هو مدير شؤون العاملين في وزاره الزراعه المفروض يمشي الصبح، رقم القضيه 248 لسنه 2009 نيابه اداريه اتهم فيها وحكمت عليه. كانت القضيه ايه؟ الاعضاء اهي حيثياتها والمتهم فيها عباس بالاستيلاء مع غيره على اراضي واموال اللجنه النقابيه بالوزاره، حيث اوصت الجهات الرقابيه بعدم احقيه جميع المتهمين في تولي مهام قياديه بالوزاره.
ادي الكلام. محمود عباس رئيس لجنه شؤون العاملين اللي بيستقبل الطلبات عشان يعين رؤساء الاداره المركزيه. طب الموضوع اراضي الدوله اللي في الطريق الصحراوي، انا هتكلم بقى، احنا كده هنخش في الموضوع. على فكره الكل فاهم ان سعيد خليل شويه الورق اللي معايا دول ولا الملفات دي، هي دي الملفات. انا جايب بعض الملفات الصغيره اللي هتكلم بيها على قضايا ارض الدوله، دول على فكره يعدل 100 مليار جنيه. 100 شويه الورق اللي قدام حضرتك 100 مليار جنيه بالمستندات. 100 مليار جنيه. وهقول لحضرتك على حاجه، علشان في بعض الاعلاميين حبوا يسوفوا القضيه. هذه القضيه ايه دخل الاعلاميين بهذه الموضوعات؟ تم استضافتي من احد الاعلاميين وبيقول لي مصدر المستندات دي. الاعلامي بيفتح معايا تحيه وبيقول لي انت جايب المستندات دي منين؟ هو من حقه، احنا من حقنا نعرف. حضرتك لا ما غلطش، حضرتك انا لازم اعرف مصدري ولازم اعرف اتاكد انه كلامه صح. حضرتك جميع جهات التحقيق اللي بروحها في اي بلاغ لما بقدم المستندات بقول لي مستنداتك مصدرها ايه، ده احتفظ به لنفسي. انت جهه التحقيق ليها حاجه واحده بس، تتاكد من صحه البلاغ. المستند، هل المستند صحيح ولا خطا؟ لو خطا اتحاسب وشنقول في ميدان عام، لو المستند صحيح يبقى حاسب، لان لن اقدم بلاغ الى الجهات الرقابيه الا بتوقيع وختم، واتاكد من صحه التوقيع والختم. بل اكثر من ذلك، اتم استشهاد، ومش عايز اقول معلومه عشان ما حدش، لان ممكن مصادر تتبهدل، بتم استشهاد ببعض القيادات والوزراء السابقين عشان ااكد معلومه في قرار وزاري انا اكون شاكك فيه. لدرجه بعض القرارات الوزاريه اللي انا شاكك فيها، لان في بعض الوزر في وزاره الزراعه بعد ما بيطلع من الوزاره كان بيطلع قراراته وهو قاعد في البيت. انا عاوز اسال حضرتك سؤال بس عشان تهدى كده شويه، لان انا خايفه على حضرتك بصراحه، خايفه يحصل لك حاجه دلوقتي. اتفضلي حضرتك. هل فعلا حضرتك اتعرضت للاغتيال؟ بلاش، علشان الاولاد في البيت بدل المره خمسه. خمس مرات؟ بدل المره خمسه. وحصل ايه؟ الحمد لله لي عمر، وان شاء الله لن اترك هذه القضيه لو اخر دقيقه في عمري. يعني بسبب فتحك لملفات فساد داخل وزاره الزراعه تعرضت لمحاولات اغتيال خمس مرات. حضرتك الملفات الفساد مش فلوس وبس. او اراضي وبس. الاراضي مقدور عليها وهترجع لان الورق انضرب وانختم ووقعوا عليه. بلجنه فنيه بتفهم هيرجع كل متر في الارض، بس احنا مش عاوزين نعمم في موضوع الاراضي، لان في بعض رجال الاعمال المحترمين، ولما نقول تسترجع اراضي الدوله انا كاتب رؤيه علميه، لان كل فتره في تاريخ مصر من بدايه من صدور قانون استصلاح الاراضي الخاص باستصلاح الاراضي، القانون رقم 143 سنه 81، حتى الوقت الحالي كل فتره معينه لها معامله معينه. لكن أسوأ فترة في حياة مصر على الإطلاق تم الاستيلاء على أراضي الدولة، وهي من 2006 حتى 2012. من 2006 ل 2012 دي أسوأ فترة، أسوأ فترة تم فيها الاستيلاء على أراضي الدولة. تم الاستيلاء بأوراق مضروبة وعقود مضروبة وحاجات يشيب لها الولدان. بطولة مين بقى الفيلم ده؟ بطولة الوزراء الزراعة. وعلى رأسهم يوسف والي وعدل البلتاجي وأيمن فريد أبو حديد. مثلث التطبيع والمثلث التدمير ده هم دول الاساس في الخراب في الزراعه المصريه. طيب عشان بس في اسامي اتذكرت، فعاوزه اسال يعني موضوع اكيد ناس كتير وهي قاعده بتتفرج علينا هتسال عن موضوع المبيدات المسرطنه. احنا موضوع المبيدات ده ملف خطير جدا، لان عندي تقارير من سنه 89 ورئيس قطاع الخدمات في وزاره الزراعه يعتبر نائب الوزير، يعتبر الجوكر بتاع الوزاره، لانه رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، ورئيس الاداره المركزيه للمبيدات، ورئيس الاداره المركزيه للتقاوي، ورئيس الاداره المركزيه للطب البيطري، ده الجوكر نائب الوزير موقع عليه. لما طلعه ليوسف والي سنه 89 وقال له ان اسرائيل دخلت مبيدات مسرطنه، انا عندي التقرير ده باسم المبيد. هو احنا بنجيب مبيداتنا من اسرائيل؟ حضرتك لا، مبيدات بتخش بالتهريب وبعلم القيادات في الزراعه المصريه. مبيدات بتخش بالتهريب؟ مبيدات كارسينوجينيك محرم استخدامها دوليا. عاوزين نفرق بين المبيدات الكوميرشال اللي ممكن استخدامها او موسم استخدامها، ده فيها سيف لصحه الانسان، وفي مبيدات اصلا ممكن الدوله تنتجها عشان تجيبها البلد ماده من الصحه بتاعتها. ده اللي بيتم اساسا وبتتهرب وبتخش وبنستخدمها. وخير مثال، في ماده بتخش لعند دلوقتي بروميد المصاي بيستخدموها في التعقيم، دي كارسينوجينيك محرمه دوليا بتخش حتى الان، تسال عليها لجنه المبيدات بتدخلها ازاي.
طيب ده موضوع خطير، انا هرجع له، لانه ده موضوع خطير جدا، يعني يصيب بصحه المصريين في مقتل. على فكره حضرتك، ما تعرضت لها الزراعه المصريه بالنسبه لصحه الانسان خلت الشعب المصري شعب مريض. طيب. واي انسان قاعد قدام التلفزيون بعد ما نخلص الحلقه يخش على دبليو اتش او ويجيب تقرير عن الصحه العامه في مصر، هيقول لك ان نسبه انتشار الفشل الكلوي 600% عن النسبه العالميه، نسبه انتشار الفشل الكبدي 425% عن النسبه العالميه، انتشار السرطان 104,000 حاله جديده سنويا، بموت من السرطان 73,113 سنويا، منهم 38% اطفال. ده بسبب ايه؟ بسبب تلوث الصرف الصحي والصرف الزراعي بمياه نهر النيل. الحاجة الثانية بسبب المبيدات الكارسينوجينيك المحرم استخدامها دوليا التي تدخل إلى مصر بعلم قيادات الزراعة المصرية. وهيبقى في مفاجأة لو في حلقة قريبة في تقرير لسه طالع أول امبارح عن الحجر الزراعي دخل إيه، وإن شاء الله. دكتور سعيد حضرتك بتقول لي كلام خطير، أنا مش عارفة يعني حضرتك يا أستاذ إيه؟ مش عارف. لا أنا مش بقول لك أنت مسؤول ولا مش مسؤول، بس هو كلام خطير. على استعداد محاورة أي قيادة في تخصص. احنا على فكرة زمايلي بيقولوا لي دلوقتي انهم كلموا كل الأسماء اللي ورد ذكرها في هذا الحوار ولا حد بيرد ولا هيقدروا يردوا، بس برضو احنا فاتحين الهوا اهو، واي حد عاوز يرد، اي حد حتى عاوز يرد في حلقات قادمه يتفضل معانا يرد، احنا ما عندناش اي مشكله. أيه. طيب انا عاوزه بس ارجع، يعني موضوع المبيدات المسرطنه ده بالتاكيد هيكون ليا ملف تاني، ليا حوار مع حضرتك بالظبط على الموضوع ده، لان ده موضوع خطير ما ينفعش يعني نسيبه. يبقى يجي نتكلم بس طيب. على المبيدات لكن انا النهارده عايزه اركز مع حضرتك على موضوع التعدي على الاراضي. نوعيه بيتعدوا على الأراضي بتاعتنا في مصر إيه؟ التعدي أو الاستيلاء على الأراضي بأوراق مضروبة. ولما أقول أوراق مضروبة، أنا معايا ملف هنا مزور تزوير من A to Z كله تزوير. الاستيلاء على 155,000 فدان بالتزوير بما فيهم. أنا جبت خريطة للأرض النهاردة هتنزل الجهات الرقمية، أنا جبت الخريطة منين؟ خريطة موقع 5,000 فدان. تمام. التزوير بيتم حضرتك ازاي علشان يتم الاستيلاء على الارض؟ طيب اي انسان عايز يقنن وضع الارض بتاعته او يستولى على ارض بيعمل ايه؟ بيحط ايده على 30,000 فدان. انا في بلاغ هنا مقدمه بأربع. انا بس عايز ارجع لنقطه التعدي على 155,000 فدان. أيوة. ده من 2006 ل 2012. لا حضرتك، ده الملف ده بالكامل من 1 يناير 2013 حتى 28/12/2015، يعني في سنتين بس. ايوه 155,000 فدان تزوير من A to Z ل 338 شخصيه مصريه. شخصيه مصريه؟ ايوه مصريين. ايه الشخصيات دي؟ رجال اعمال يعني؟ الله اعلم بقى. انا ليه الاسم شخصيات عامه مثلا؟ على فكره اللي بحطهم في البلاغات من الاوراق، انا بقرا الملف حضرتك، الملف ده كله، ده ملف اهو حوالي 800 ورقه، البلاغ بتاعه 12 ورقه، انا بقرا ال 800 والخصهم في 12 ورقه. شوف حضرتك يعني عشان اقدر، عشان ما اجهدش الجهه اللي بتحقق، بلخص ال 800 ورقه واطلع كل المخالفات في من 8 ل 12. اكبر بلاغ 20 ورقه عندي، التكست بتاعه على فكره ده كله التكست بتاع البلاغات مش مستندات. طب ما فيش اي بلاغ من اللي انت قدمتهم تم الفصل فيه؟ شغالين، كله شغال، كله شغال تم بس بطيئه جدا. انا اتكلمت مع الجهات الرقابيه قلت له طب اركنوا الجهات دي، اركنوا القيادات الفاسده المرتشيه دي، القيادات اللي هم اصلا، لان الفساد ما زال حتى الان. اليوم اللي انا قاعد مع حضرتك فيه في تقارير بتطلع مضروبه، تقارير الشعار عن بعد بتطلع مضروبه مزوره بصور مسروقه من على جوجل ايرث، صور يعني. انا هعرض لك النهارده يعني حاجة. طب أنا بس بعد إذن حضرتك، زمايلي اتصلوا بأستاذ عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة وقال إحنا مش هنرد. مش هيقدر يرد عيد حواش. ولا هو عيد اصلا بيفهم في الزراعه عشان يتكلم في الزراعه؟ لا ده المتحدث باسم وزاره الزراعه. اللي بيفهم في الزراعه يجي يقعد قدامي. اي وزير زراعه، اي رئيس قطاع، هو المتحدث باسم يعني احدى الوزارات، مش شرط يفهم في الزراعه مثلا. استضيف في حلقه ولما عرف سعيد خليل طالع معاه اصلا اعتذر ومرضيش. دكتور عبد المنعم البنا ما بيردش علينا، استاذ ايمن المعداوي ما بيردش علينا، يعني زمالي بيقولوا لي انه
كل اللي ذكرت اسمائهم في هذه الجلسه محدش بيرد. برضه هو يعني احنا بنقول وبنأكد اي حد اسمه بيذكر في هذا الحوار له حق الرد كاملا في مساء القاهرة. حابب يعمل معنا مداخلة تليفونية، حابب يجي هو بنفسه ويتكلم ويدافع عن نفسه، طبعا له حق الرد كاملا. احنا يعني ما علينا الا ان نكشف ما يحدث وانتم لكم حق الرد. معنا يعني شخصية من الشخصيات المحترمة في وزارة الزراعة المشهود لها بالكفاءة وأيضا بالاستقامة، وبين يديه يقدمها لنا وقدمها أيضا للنائب العام ملفات من الفساد يقدمها لنا وقدمها أيضا للنائب العام وقدمها أيضا للقيادة السياسية في مصر. بالتأكيد نحن كإعلام من حقنا أن احنا يعني نسلط الضوء على هذه الملفات. نحن لا نحقق، احنا مش يعني مش نيابة عامة، احنا نسلط الضوء على هذه الملفات. وبالتأكيد لكل مرة للمرة المليون بعدها كل من يرد اسمه في هذه الجلسة له حق الرد. تفضل كمل يا دكتور. حضرتك كيف يتم الاستيلاء على ارض الدولة؟ ازاي؟ واحد عنده مثلا 200 فدان زارعهم بيجي يقدم طلب لهيئة التعمير ويقول لها انا عايز اقنن وضع الارض دي علشان ابدا امشي في اجراءات التمليك. بيقدم الطلب بيدفع على الفدان 50 جنيه وبعد كده هيئة التعمير تديك جواب بتقول له اعمل تقرير استشعار عن بعد بيجيب احداثيات الارض بتاريخ قبل 2006 وصوره بعد 2006 من جوجل ايرث، احداثيات بيسموها المرئيه. وبعد كده لما يقدم التقرير الاستشعار عن بعد تطلع له لجنه وتعين الارض على ارض الواقع. بعد كده بيروح يجيب ورق رسمي من الاثار، ورق رسمي من الجيش، ورق رسمي من وزاره الري، ورق رسمي من المحاجر. وعلشان يقول كل الجهات دي بتقول ان الارض تخص هيئه التعمير ولا تخص القوات المسلحه ولا الكلام ده، ومن حقه ان هو يتملك طالما زرع الارض. تمام. ما تم في الملف اللي هو ال 150 الف فدان تزوير بدايه من تقنين وضع اليد. ليه انا قلت حضرتك تزوير من بدايه من تقنين وضع اليد؟ لان طلبات تقنين وضع اليد من 2013 اغلقت، ما فيش طلبات بتقدم. فاتجهت القيادات للإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة التعمير أن تستخدم الطلبات بعض المواطنين البسطاء اللي مقدمينها علشان يقننوا وضع اليد، اللي مقدم على 5 فدان و10 فدان و20 فدان قبل 2012. أيوه. من 2007 و2008 و2009 و2011 و2012 وياخدوا هذه الطلبات ويشطبوها لأنها واخدة رقم وموجودة متسجلة في الهيئة، يشطبوا الاسم ويشطبوا المساحه ويشطبوا المنطقه ويكتبوا بيانات العميل الجديد. وبدل ما هو بيقنن ثلاث فدادين يعملوها 3000 فدان. لو الكلام ده صح يبقى احنا قدام مافيا. حضرتك انا ده الملف كامل اهو، وهطلع حضرتك ملفين لبعض الشخصيات اللي عملته اهو. ادي الملف فين اهو، ده ملف كاملين لشخصين ومش هذكر الاسم. طب بلاش بلاش اسم الشخصيه. لا مش هذكر الاسماء. ده بحوالي 195 فدان تمام اهو، والتاني ب 250 فدان. حضر ممكن اصلا ادي الطلب، الله اعلم الطلب ده كان بتاع مين، تم شطب كل شيء فيه تمام، وتم تزوير الملف ده يعتبر مزور 100%. يبقى ال 338 اسم مزورين ملفاتهم مزوره في الهيئه. تمام. طيب الطلب مزور، تقرير الاستشعار عن بعد مزور، ادي تقرير الاشعار عن بعد اهو، ومستعد احاجي اي واحد بيفهم في صور الاقمار الصناعيه في مصر بالكامل مزور، لان معايا تقارير اشعار عن بعد من جهات رسميه. ادي الصوره اهي، ده صوره تطلع من وحده الاشعار عن بعد من مركز البعوث الزراعيه محمد اسماعيل انت وعبد المنعم البنا وهاني رمضان، وتبعتوها للهيئه وعلى اساسها الراجل يتملك الارض. دي على فكره مزوره. ليه؟ لان حضرتك الصوره دي اللي قاعدين في وحده شعار عن بعد في مركز البعوث الزراعيه بيخشوا على جوجل ايرث، يخش على المنطقه، الراجل بيديهم خريطه بالاحداثيات بتاعتها، فبيكتب الاحداثيات
فبتطلع له يقول لك ان القمر الصناعي ده صور المنطقه دي 2015، ياخد الصوره وروح حاطط بدل حط تاريخ 2015 روح حاططها بتاريخ 11/8/2005 قبل 2006 عشان يتملك. ليه؟ لما يطلع التقرير 2005 يبقى من حقه التمليك، لكن بعد 2005 بعد 2006 حق انتفاع وليس تمليك. كل القرارات كل الورق اللي طالع ده طالع بكام؟ حضرتك صورتين 2005، الصورة 2005 8/11/2005 قال لك ان الارض منزرع، الصورة دي مزورة تمام؟ تمام مزورة 100%، والقمر الصناعي ما مرش اصلا في المنطقة دي. بس علشان اشرح، لان دخلت على تقرير وده الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها استرجاع الاراضي المنهوبة، مش الاراضي اللي هي اتحولت لمنتجعات لان دي لها قصة تانية. الاراضي المنهوبة من بعض رجال الاعمال وبعض الشركات اللي هي بال 10,000 وال 20,000 فدان وال 30,000 فدان، لان في بعض البلاغات هنا بال 40,000 فدان وخمسة. طيب شركة واحدة. طيب بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك ذكرت اسم دكتور بلال الليثي الان. ده الدكتور بلال من احد ده متخصص في تحليل صور الاقمار الصناعيه. طيب. ده اللي ركب تمام. محطه القمر الصناعي للمعلومات سنه 2007 تمام. او 2008. هو معانا دلوقتي على تليفون دكتور بلال الليثي، مدير محطات لاستقبال الاقمار الصناعيه سابقا بالهيئه القوميه للاستشعار عن بعد. دكتور بلال، كيف يتم تزوير ملفات للاستيلاء على اراضي الدوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احيي سيادتكم. بالنسبة لاستخدام صور الأقمار الصناعية في تقويم الأوضاع الأراضي الزراعية، للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية من جوجل إيرث. يمكن كثير من حضراتكم عارفين إيه هو جوجل إيرث، بس للأسف للمتخصصين هذا الموضوع معروف إنه لا يمكن استخدامه في تقويم الأراضي لعدة أسباب، ويمكن الدكتور سعيد صراحة مع حضراتكم. الجوجل إيرث بتستخدم صور بتوقيتات مختلفة، ولذلك الأزمنة نتصور فيها لا تناسب عملية تقنين الأراضي الزراعية. فحضراتكم عارفين أن في قرار أو قانون تقنين الأراضي كان بيلزم صاحب الأرض أو صاحب الموضوع انه يكون زرع الارض قبل 2006. ايوه. لذلك كان يتم استخدام صور الجوجل ايرث ممكن تبقى قبل 2006 وممكن لا، وهي دي نقطه التشكيك في الحته ديت، ان اي صوره بتستخدم على جوجل ايرث ممكن تبقى في اي سنه من سنين 2010 2011، وبيتحط في التقرير ان هي قبل 2006. وده طبعا بتبقى قمه الفساد في عمليه تقنين الاراضي. بالاضافه ان الصور يمكن في حته كميه شويه، ان البيانات اللي على جوجل ايرث تبقى صور مختلفه في التواريخ وبيتم ضمها لبعض، ولذلك ممكن على حته الارض الواحده ممكن تكون متصوره في تاريخين على نفس الصوره، ويتم الدمج بطريقه ممكن المستخدم العادي ما يفهمهاش. لذلك احنا كنا اكدنا مرارا ان عمليه تقنين اراضي الدوله لازم تكون عن طريق ناس متخصصه، ويتم شراء الصور لضمان تاريخ التصوير، لان احنا للاسف الشديد في مصر الاقمار اللي كنا بنمتلكها من 2007 ل 2010 ما بقتش موجوده، فبالتالي احنا بنضطر ان احنا نشتري من الخارج، واللي بيشتري من الخارج لازم يكون متخصص في هذا الموضوع للتاكيد على تاريخ التصوير، ان تاريخ التصوير هي النقطه الحرجه في هذا الموضوع. فلو اي شخص جاب صوره قمر صناعي من على جوجل ايرث ببساطه شديده ممكن يكتب التاريخ ان هو قبل 2006، وهي دي النقطه الفاصله في عمليه تقديم الاراضي. انا بشكر حضرتك دكتور بلال الليثي، مدير محطات لاستقبال الاقمار الصناعيه سابقا بالهيئه القوميه للاستشعار عن بعد. الدكتور بلال اكد انه بيحصل تزوير، ان في تزوير.
لا في تزوير انا ثبتته رسميا دلوقتي مع حضرتك في احد رجال اللي هما كان بقانون الارض في منطقه ما، وجبت الصوره ووصلت مع ناس متخصصين وادي الصوره اللي هما اداها له، قالوا ان هي يوم 11/8/2005 عشان نملك بيها الارض. اتضح ان ادي الصوره لدرجه لما دخلت على جوجل جبت اسم نفس الصوره اهي، والراجل ده اصلا الارض ما كانتش مزروعه. هم قالوا القمر الصناعي صور الصوره دي يوم 11/8/2005، القمر الصناعي ما مرش على الارض دي اطلاقا من 2005 ولا 2006 ولا 2004، مر عليها 2003 كانت صحراء جرداء، ولما مر عليها يوم 6 سبتمبر 2007 هم قالوا ان الارض كلها منزرعه. الصوره بتقول القمر الصناعي قال ان من 12% من الارض منزرعه. الودا ده وهم قالوا ان الارض على فكره اسم الراجل برقم الشيك بكل حاجه ده تقريره. لما جيت حللت بقى بيحصلوا على الاراضي الزراعيه دي او الاراضي حتى في الطريق الصحراوي بفلوس يعني ببلاش يعني ولا بايه يعني؟ لا حضرتك بص يعني ما تقنين الاراضي يعني قبل 2006 كان الفدان اصلا يعني ممكن يقول لك هم بياخدوها صحراء وبيزرعوها. الارض الفدان كان ب 200 جنيه. بعد 2006 كان الفدان وصل 2000 3 4 5 النهارده على حسب اللجنه العليا. لكن هو اشترى الفدان ب 200 جنيه وفقا للسعر اللي كان موجود، بص السعر الرسمي بتاع الفدان وقتها. القانون اللي بيحكم استصلاح وزراعه الارض المصريه الدوله او مصر هي العقد شريعه المتعاقدين. لكن انا خدت ارض عشان استصلحها وازرعها، الفدان ب 200 جنيه، النهارده الفدان ب 500,000، الله يبارك له، بس انا استخدمتها في نفس الغرض. ما خدتش الارض وحولتها لمنتجع. هو اللي حصل انها اتخذت في وتحولت لقصور منتجعات. لا مش الكل، احنا مش عايزين نعمم. لا مش الكل، انا قصدي على القضايا اللي حضرتك بتتكلم عليها اكيد مش الكل. انا أكيد كل قضيه لها يعني لها يعني مبرراتها او لها الورق المتخصص بتاعها، يعني واحد اصلا عنده المخزون المياه ارض ميه حلوه ارض صالحه للزراعه واصلا واخد الارض ب 200 جنيه سنة 90 ولا 92 وحولها المنتجع، طالما عنده مية صالحة للزراعة يبقى في الحالة دي يحاسب على الأرض بالمتر زي الشيخ زي خلاص، لأن عنده مية. لكن واحد أصلا رجل أعمال خد أرض وزرع وبعدين المية ملح والحكومة مش قادرة تديله مصدر مية، لما في الحالة دي لها وضع تاني مختلف خالص، مختلف كل وجزء مختلف. لأن أنا أسأل بلد الحكومة تساعده لان الارض ملهاش مصدر ميه، لو عايز الزراعه يبقى للدوله تودي له مصدر ميه او الميه ملحه. طب هسال حضرتك سؤال، واحنا كده ماشيين رايحين اسكندريه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي بالعربيه، واحنا ماشيين واحنا بنبص كده على الاراضي على اليمين وعلى الشمال، نسبه كام في الميه؟ 88 منتجع. 88 منتجع كان اصلها ارض زراعيه كلها اصلا، يعني احنا طول ما احنا ماشيين بنسبه كام في الميه طول ما احنا ماشيين هنشوف ان في فساد. قد ايه؟ على فكره قد ايه يعني قد ايه كام في الميه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ بس هو الكومباوند الموجود على الطريق يعني انا طبعا عارفهم بالمتر اساسا لعند لما اخش العمليه، لكن النسبه كبيره جدا اللي هي على الطريق، لكن جوه شغالين ارض زراعيه بعد 4 كيلو من الطريق الصحراوي ده كله شغال زراعه. لكن اللي هم لكن اللي احنا شايفينها بعينينا على الطريق على اليمين وعلى الشمال ده كلها اصلا حضرتك المفروض انا حاطط رؤيه وعارضها لسياده الرئيس على الهواء اهي بالتفصيل علمي قانوني من خبير زراعه يعمل في الزراعه هو عمره 10 سنين رؤيه لاسترجاع اراضي الدوله. لان انا ما اقدرش اعمم ودي الرؤيه دي لاول مره ان انا هعرضها على الهوا لانها يعني هم استلموها. رؤيه حول استرجاع حق الدوله في الاراضي التي تم الاستيلاء عليها، ده من سعيد خليل كاتبها من معتمد اعتماد كلي على العلم علشان ما اظلمش حد، لان انا ما بشككش في اللجنه اللي اتشكلت لاسترجاع حق الدوله، بس اللجنه لازم يكون فيها فني. لان اللجنه لا حضرتك شككت في اللجنه. انا ما شككتش، مين اللي قال شككت في اللجنه؟ حضرتك قلت لي القرار اللي فيه كل الاسامي حضرتك فيها. لا في لجنه من رئاسه الجمهوريه شكلت الاسترجاع خدت لجنه خالص. من 6 ايام. ايوه دي حاجه تانية خالص. تمام كده. لكن لجنه مكافحه الفساد بتاعت وزاره الزراعه هي لجنه للتستر على الفساد وليس مكافحه كده وضحت الفكره. تمام. انا الرؤيه دي انا حضرتك بالتفصيل ليه؟ لان هي عباره عن مراحل معينه
علشان ما اخدش العاطل بالباطل، لان في بعض الرجال الاعمال الوطنيين اللي احنا المفروض نساعدهم. اكيد اكيد، ونحن لا يمكن ان ننكر ذلك. اولا الاراضي التي تم التعاقد عليها من 1990 حتى 2006، اول حاجه لازم ان انا اعرف مصدر المخزون المياه الجوفيه اللي عنده. هل المياه الجوفيه عنده موجوده تسمح له بالزراعه، موجود ميه، والملوحه بتاعت الميه كام؟ ممكن موجود ميه بس الميه مالحه، تمام. الملوحه لو اقل من 1800 بي بي ام، يعني 1800 جزء في المليون ملوحه دايبه، يبقى الارض تصلح لجميع انواع الزراعات. يبقى في الحاله دي لو حولها المنتجع يبقى يتحاسب عليها بالمتر، زي الشيخ زي 6 اكتوبر. تمام. بس هو في الحاله دي اتعاقد مع خد 5000 فدان ولا 3000 فدان، لان ذاكر بعض الامثله في الرؤيه. خد الفدان ب 200 جنيه ارض زراعيه وراح باعه لحضرتك ب 50000 جنيه وحضرتك عملت فيلا. تمام؟ تمام. هو دلوقتي علشان الدوله تقول هسترجع حق الدوله من الكومباوند ده، طب ما هي تصطدم مع الغلابه اللي هو سافر واشتقى وشقى عمره كله واجي عامل فيلا في كومباوند. لا، في الحاله دي لازم بالاصول. ازاي بقى؟ اولا باجي لرجل الاعمال العقد شريعه المتعاقدين، هو الكده خالف الماده 16 والماده 10 والماده 22 والفقره ده من الماده 143 في قانون استصلاح الاراضي، يبقى العقد بتاعه باطل. تمام. خد الفدان ب 200 جنيه وهو باعه لحضرتك ب 50000 جنيه، عمل اسفلت ودق بيار والكلام ده، تكلفه الفدان لا تتعدى بالنسبه لل 1000 فدان مهما كلف 8500 جنيه، يبقى الفدان اتكلف بالنسبه له توتال كله 10000 جنيه، هو واخد من حضرتك 50000. تمام؟ تمام. واخد انت واخده فدان، والفدان عملت عليه فيلا ولاند سكيب في بقيه الفدان. خلاص؟ في الحاله دي انا بجيب رجل الاعمال ده واحاسبه على الفرق، هو صرف 10000 جنيه على الفدان، الدوله بتاخد منه ال 40000 وخلاص، وبعدين تيجي مع حضرتك انت واخده الفدان ب 50000 جنيه، لا انا بحاسبك على ارض الفيلا واللاند سكيب اللي مش الفدان كله بقى. بحاسبك على اللاند سكيب، لان لما تعملي لاند سكيب مش هتعملي على الفدان، هتزرعي جنان وخضار عشان تاكلي منها في البيت. انا بحاسبك على ثمن الفيلا زي اللي في المتر في الشيخ زايد او في 6 اكتوبر او في التجمع او واتيفر، على حسب ما هم الحكومه تقدر. الفدان في الحاله دي هيدخل للدوله مش اقل من 420000 جنيه، ده بالنسبه الفدان الواحد. الفدان الواحد. تمام. 420000 جنيه للفدان الواحد. الواحد مع بقى الافات الفدادين، مئات الالاف، مئات الالاف، مئات الالاف من الافدان. ده بالنسبه للكومباوند. وانا على يعني مش عايز يعني احمل نفسي ما لا اطيق، الكلام اللي بقوله ده عملي ينعمل، لان واحد عنده ضمير مصري عنده معاه جهاز اي سي قد كده هينزل يقول الارض ميه تنفع ولا ما تنفعش، خلاص هيكتب تقرير بواحد مصر جهاز ب 300 جنيه ياخده واحد لوحده، مش لجنه ولا بس يكون عنده ضمير، لان الضمير بينشري دلوقتي خلاص الفلوس ضيعت. ده للاسف، للاسف الشديد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يبقى انا درست الملوحه وشفت الموضوع. الحاجه الثانيه بالنسبه لواحد خد 5000 فدان زي سليماني مثلا يعني وحولها كلها كومباوند وباعها فيلل وباع الفيلا بمليون جنيه. تمام. انا هو واخد طبعا السليمانيه واخد الارض على اربع مراحل، 350 فدان مره، بعدين 200 فدان مره، اخر فتره خدها 750 فدان، ده قريب قوي سنه 2009 ولا مثلا يعني ماليش دعوه، انا ما اعرفش صاحب السليماني دي اصلا ولا اعرف اي اصحاب منتجعات. لو هو رجل الاعمال حولها لكومباوند وباع فيلل وقصور، انا بحاسبه على الارض بالمتر، اشيل منها المشايات والاسفلت بحاسبه عليها بالمتر واخد حقي منه، لان الاستيلاء على ارض الدوله اللي حصل من سنه 90 حتى الان هو اللي عمل الجاب الكبيره جدا، يعني عدد مع يعني شخصيات معدوده 5-6000 يتحكموا في القوت الاساسي للدوله. لما تيجي تشوفي حضرتك ارض الدوله اللي تم استصلاحها من 56 حتى 2015، مصر استصلحت 2,980,000 فدان. لما نيجي مين المنوط بها ان هو يملك هذه الاراضي؟ الهيئه العامه لمشاركه التعمير والتنميه الزراعيه اللي انشئت من سنه 78 ولها صندوق بقرار جمهور رقم 34 سنه 78، ولها قرار، لها قانون بقنن الوضع ده اللي هو قانون 143 واللائحه بتاعته 198 لسنه 89. طيب لما اجي اشوف الهيئه دي مدونه بكام دلوقتي، حاجه تذهل. هيئه مسؤوله عن تمليك اراضي الدوله بالكامل،
تكون مديونة ب 34 مليار و 800 مليون لبنك الاستثمار؟ ده هيئة مسؤولة عن تمليك أراضي مصر كلها تكون مديونة ب 34 مليار و 800 وهو أصل الدين 7.5 من البنك الاستثمار القومي 7.5 مليار تبقى مديونة النهاردة ده اليوم اللي بكلمك فيه أنا عندي شيكات أصلا على الهيئة المفروض كانت تحصلها بعشرات ومئات الملايين واصلا الموظفين يحطوهم في الادراج علشان ياخدوا 50,000 ولا 20,000 وما حصلش الشيك للدوله. شيكات موجوده. يعني الفساد كان يعني هقول لحضرتك يعني وزير زراعه يملك 26,000 فدان لشركه واحده في لجنه عليا وياخد بها قرار وزاري واصلا القرار الوزاري خاطئ. واللجنه الشركه ما تجيبش اي تصاريح لا من الجيش ولا من وزاره الري ولا الاثار ولا اي حاجه خالص والدوله مش الشركه تاخد ال 26 وكفايه ده راحت واخده ضم عليها 14,000 فدان كمان يبقى حوالي 40,000 فدان قد المساحه بتاعت محافظه الاقصر كلها لشخص انا مقدي فيها بلاغ ب 65 مليار جنيه واحولها لمنتجات ترفيهيه يعني يعني ممكن الملف ده ملف صغير اهو ده اصغر ملف انا مقدمه ده الملف ده بكام ب 2.4 مليار دكتور سعيد بعد اذن حضرتك يعني زمايلي بيقولوا لي ان احنا كل ما بنكلم حد من الوارد اساميهم في المناقشه مع حضرتك او مسؤولين سابقين حتى من الوزراء يقولوا لنا ياه ده من زمان هو معاه الورق ده سيبوه يتكلم براحته سيبوه يتكلم براحته طيب حضرتك قدمت الورق دقيقة واحدة بس حضرتك قدمت الورق ده لمين وليه ما بيردوش وليه ما فيش خطوات فعلية لمواجهة الفساد الوارد في هذا الورق لو كان هذا الكلام صحيح حضرتك الكلام ده مسؤول انا عليه مسؤولية كاملة تمام. صحيح كل كلمة فيه هل صحيح ان حضرتك كنت استاذ وسحبوا من حضرتك الأستاذية ده سحبوها بقرار خاطئ ورجعتها بفضل الله انا استاذ ورئيس قسم غصبا عن وزير الزراعة وغصبا عن عبد المنعم البنا المستولى على المال العام التي لا يصلح ان يكون مدير جمعية زراعية انا رئيس قسم استاذ ده اتهام بلاش نعمل اتهامات بهذا الشكل انا قلتها لك يعني خلينا بس يعني ايه نمسك اعصابنا علشان نحترم كل الاشخاص اصل حضرتك بص استخدموا جميع الوسائل الممكنه لعرضوا علي عشرات الملايين وباي مناصب اختارها عشان اسيب الملف عرضوا على حضرتك عشرات الملايين مين اللي عرض على حضرتك وزراء سابقين ثلاث وزراء سابقين ثلاث وعبد المنعم البنا ده يا حد يساله طبعا هم هينكروا اساتذه كانوا بيجوا يتوسطوا قالوا انا هحولها لك نديك فلوس بره نحولها لك بره انا طردت ناس من مكتبي وبعد كده لفقوا اواضي 20 بتاع تحقيقات عندي في المركز كلها في شنك استخدموا كل الوسائل الممكنه كل المسائل الممكنه مين دولة اللي استخدموا كل الوسائل عبد المنعم البنا وزير الزراعه السابق صلاح حلال وعادل البلتاج وامن فريد ابو حديد عرضوا عليك ملايين ملايين والمنصب اللي انا اختاره دكتور ايمن ابو حديد عرض على حضرتك ملايين درست استرقاط العمايه في مصر ايمن فريد ابو حديد وده سبب الخراب الاساسي في الزراعه وده يعتبر الضلع الثالث للتطبيع ايمن فريد ابو حديد يا جماعه بعد اذن حضراتكم كلموا لنا دكتور ايمن ابو حديد يعني نريد يعني ان منه ان يرد على هذا الكلام ويا دكتور عبد المنعم البنا يا ريت ترد علينا زمايلي بيكلموا حضرتك يا جماعه بعد اذن حضراتكم يعني محتاجين ردود يعني مش ممكن كده يعني مش ممكن ما تردوش علينا طالما بعد اذن سيادتك انا كلامي موجه للجهات الرقابيه ما فيش وزير عايز يرد ولا في مسؤول عايز يطلع يتكلم يرد على الفساد ده الشعب المصري كده هيجي له احباط اذا لم يتم اتخاذ اجراءات بسرعه مع القيادات الفاسده دي لازم ولا بد انا مقدم ورق رسمي حد يقول لو انا مدان اشنقوني في ميدان عام حاسبوني انا مستعد ان انا اتحاسب بس ما نسيبش القيادات دي انا مش عايز اعرض النهارده اللي منشور النهارده في حاجه مدمره تصاريح بدخول بعض الحاجات الخطره جدا للصحه العامه في مصر من المركز الاقليمي للغذاء والاعلاف وحاجات دخلت باس وزراء الزراعه احماض امينيه خطره جدا مفيش دوله بتسمح بدخولها وممكن تكون اصلا فيها البريول السكرابي بتاع جنون البقر مفيش دوله بتسمح بكده بقرارات وزاريه محدش فاهم هندنا لامتى نتكلم هنطبل لامتى مش عايزين تطبيق انا عايز انا مستعد اواجه مع اي حد اي واحد يواجهني يقول لي كلام انا طب ليه كل السنين اللي فاتت دي وبعد 42 بلاغ للنائب العام محدش واجه حضرتك ومفيش اي نتائج بعد كل القضايا دي اسال الجهات الرقابيه بقى ليه
اسالوا الجهات الرقابيه ليه؟ انا رحت جميع الجهات الرقابيه. مفيش جهه ما رحتهاش في مصر. مفيش جهه ما رحتهاش في مصر. اخر مره امتى رحت حضرتك؟ والله هم عادي بيتصلوا عليا دلوقتي ما عنديش بروح اساسا يعني من البلد اللي ليه؟ مفيش بقول لهم طب النهارده جيت لنا ليه طيب؟ قلت لكم علشان ابين الحقيقه للشعب المصري لان هقول لحضرتك انا رحت مباحث الاموال العامه وحضرتك اديته بلاغ بمستندات انت حضرتك رحت مباحث الاموال العامه يوم 21/7 تمام اديته بلاغ بمستندات قلت له حضرتك ده بتوقيعهم هم مش ما تتعبش نفسك ده حضرتك هتجيب المسؤول تقول له ده توقيعك الفلوس دي ولا لا ده انت خدت المبلغ ده واحد واخد 100,000 جنيه في الشهر من وحده واحنا عندنا 32 وحده قول له ده توقيعك ولا مش توقيعك قال توقيعك ده مخالف قد الماده في القانون قايل وحضرتك تاخد منه الفلوس دي وتحولها قضيه انا اديته ملف باسماء ناس واخده ملايين ملايين قلت له حضرتك لو لقيت نتيجه كل اسبوع هتكون عندك بلاغين عشان تسترجع الفلوس دي ما ردش عليا كلمني مره واثنين وثلاثه والاخر ما لقيتش منه نتيجه والقيادات لسه موجوده على كرسيها حتى الان حضرتك شايف انه السبب ايه السبب ايه السبب قرارات حاسمه واختيار شخصيه وطنيه لقياده الزراعه المصريه واللي يجي يقعد على كرسي الوزاره يحط الرؤيه بتاعته بالسيزون ست شهور انت هتعمل واحد اتنين تلاته انت احنا عندنا فجوه يعني يحط رؤيه يعني انا متخيل وزير زراعه الدكتور عصام فايد اصلا بكتيريا قلبان يجيبوه وزير زراعه الدكتور عصام فايد اصلا قافل مكتبه وما بقابلش حد وخالد الحسني جابوه حطوه على مكتب وزير الزراعه عشان يمنع اي فساد يخش للوزير اطلاقا اي فساد يخش للوزير يعني لامتى الى متى يستمر انا ما اعرفش انا ما اعرفش يعني على فكره الملفات ده يعني هقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي طب انا هطلع على الهوا كده ده بلاغ اتقدم في عبد المنعم البنا ان هو طبعا على فكره جميع قيادات الزراعه المصريه واخده اراضي بالمخالفه للماده 10 والماده 16 والماده 23 من قانون 31 سوري من قانون 143 لسنه 81 ومخالفه للائحه التنفيذيه بتاعت لان القياده استحاله تستولى تاخد ارض الوزراء بيدوهم اراضي ومنهم ناس واخده بال 20 فدان في الشيخ زايد الفدان ب 200 في الشيخ زايد الفدان ب 2000 جنيه فدان واخد الواحد فيهم واخد 20 فدان عبد المنعم البنا واخد بدل المره ثلاث مرات وقدمت الملف في الرقاب لدرجه اديتهم الخريطه بالاسماء تمام ادي الخريطه اهي 5000 فدان يوسف علي مطلعها اشتراها لوحده الخيوط البستانيه بقرار وزاري 2013 لسنه 95 وسجلها لوحده الخيوط البستانيه في الشهر العقاري ب 1082 سنه سوري 1803 يوم في 3/4/97 والاخر باعها للعاملين بتوع الحزب الوطني في قيادات وزاره الزراعه واداهم الفدان ب 50 جنيه بعد ما جهزه طيب انا احب اقول لحضرتك بس حاجه زمايلي بيقولها لي دلوقتي انهم اتصلوا بوزير الزراعه الاسبق الدكتور ايمن ابو حديد وقال انا مش هرد وياخد المستندات اللي عنده ويروح يقدمها للنيابه مش هستناه عشان يقول لي كده اصلا متقدمه بقالها طيب. طيب يعني مش عارفه اقول ايه لحضراتكم يعني انا اهو دلوقتي في برنامج مساء القاهره من خلال برنامج مساء القاهره اقدم نداء لجميع الاجهزه الرقابيه دكتور سعيد خليل بقاله معايا بالظبط ساعه 60 دقيقه قاعد بيقول اتهامات خطيره جدا لو ثبتت قاعد بيفتح معانا ملفات للفساد داخل وزاره الزراعه وبيقول اسماء وبيقول اعدموني في ميدان عام لو كنت مخطئ وهاتوا اي حد يواجهني وزمايلي بيبلغوني انهم اتصلوا بكل من ورد ذكر اسمه في هذا الحوار ومش عايزين يردوا ولذلك احنا قررنا في مساء القاهرة ان احنا بكرة ان شاء الله هنواصل فتح ملف الفساد في وزارة الزراعة ونكون امام امرين اما ان تسمعنا الاجهزة الرقابية وتبحث في هذه الملفات على وجه السرعة أو يرد أحد المسؤولين الذين يرد ذكر أسمائهم في هذه المناقشة أو نبقى احنا أدينا دورنا كإعلام وما فيش فايدة دكتور سعيد تسمح لي حضرتك تكون ضيفي بكرة
حضرتك طبعا انا جبت الاستيلاء الاراضي وما اتكلمتش ولا على ملف، لان الملفات دي يعني عشرات وعشرات المليارات. ممكن بكره ان شاء الله هنتكلم على مركز البحوث الزراعيه، لان في حاجات خطيره جدا بتاثر على الصحه العامه في مصر، وهنتكلم على المبيدات وهتكلم برضو عن الاراضي. الاراضي بقى يعني في حاجه مهمه جدا، نداء الى جميع الجهات الرقابيه ونداء الى رئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ماشي بسرعه الصاروخ، لكن القيادات الموجوده في المؤسسات الخاصه بالزراعه المصريه هم السبب الاساسي للاحباط عند المواطن والفلاح، لان فساد القيادات بيشيلوا الفلاح وبيشيلوا المواطن البسيط، بيشيلوا الفلاح وبيشيلوا المواطن البسيط. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى تغيير قيادات الزراعه المصريه والغاء الاعلان اللي نزل، علشان في اجتماع يوم الخميس اللي جاي لتثبيت 51 قياده ذات القدر المرتاح عشان اللي هم سبب الفساد والخراب، عشان يكملوا الخراب ل 2018. طيب لانهم هيبقى دكتور سعيد خليل، لكل الكلام اللي حضرتك بتقوله اتمنى انه حضرتك تكون ضيفي بكره عشان نستكمل الحديث في هذه الملفات، وربنا يعني يديك طولة الصحه وطولة العمر. انا احب بس كلمه واحده، انا هذا الملف لن اتركه لاخر دقيقه في عمري، لن اسعى الى شهره، لن اسعى الى منصب، ومش عايز مناصب. انا بقولها على الهوا، انا مش هقعد على كرسي. حق المواطن يرجع وحق الشعب المغلوب على امره يرجع. محدش هيدي حضرتك مناصب، يعني حضرتك عندك الملفات دي من زمان ومحدش بيلتفت لها اساسا. لا اتحايلوا عليا ان انا امسك مناصب، اتحايلوا. طيب مرارا وتكرارا. طيب هنتكلم في كل الموضوعات دي بالتفصيل بكرة. بعتذر طبعا، يعني أنا كنت نوهت لحضراتكم من شوية أن احنا بكرة هنفتح ملف الفساد في وزارة الصحة، ولكن هنأجله لبعد بكرة لأن احنا لازم نستكمل ملف الفساد في وزارة الزراعة. بشكر ضيفي الكريم دكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمركز البحوث الزراعية، وغدا بالتأكيد إن شاء الله هنستكمل حوارنا مع حضرتك. ومشاهدينا نستكمل مساء القاهرة بعد الفاصل. وتجاوزات أمناء الشرطة أزمة تبحث عن حل، ما بين تجاوز أمناء شرطة وتضحيات آخرين بعد الفاصل في مساء القاهرة.